بكلمكم من هلسنكي عاصمة فنلندا، أسعد دولة في العالم. ماي هنا يا جماعة بتعمل كنز. بصوا مبدئياً الشوارع بسعة. هاي حياة فنلندا بس من جانب الثاني. دايماً لما نقول أسعة طابطة بحاجة تانية، علامات التعليم، المرتبات، مؤشرات مختلفة تماماً عن السعادة اللي احنا نعرفها. من أبرد عواصم العالم. You wanna buy a map? I don't hear you. What? بنزين غالي جداً، 2 يورو أصلاً أكتر من أي دول بحر البلطيق. برضه وصلنا هلسنكي عاصمة فنلندا عشان نتعرف عليها أكتر ونتعرف على بلد نوكيا وبلد Angry Birds. في رحلة من دولة الشمال إستونيا أخذنا العبارة للدولة الأكثر شمالاً، وبعدين فتتنا العبارة الأولى بسبب طلوعها قبل ميعاد المغادرة. أخذنا العبارة اللي بعدها في رحلة أكثر من مريحة. يبدو أن الناس معتادة على الرحلة في الذهاب والعودة في نفس اليوم، إلا أن رحلتنا ابتدت الصبح بدري لمحاولة معرفة ما يمكن معرفته عن الدولة الأكثر سعادة في العالم. عبارة عن نافورة، افهموا أنتوا بقى. وصلنا مدينة هلسنكي، تاني أسقع عاصمة في العالم، عاصمة فنلندا، بحثاً عن السعادة في أسعد دول العالم. يلا بينا نعرف مدى سعادة الناس. هنقابل واحد صديقنا من العراق، ولكن هو عايش هنا بقاله 14 سنة ومعاه الجنسية، وهو يكلمنا أكتر وهودينا الأماكن السياحية اللي السياح بيروحوها. التعليم، الصحة، العدل، حقق بأي دولة يعتبر الرفاهية موجودة والشعب عايش بخير. أكيد السعادة مش هنلاقي الناس طايرة في الشارع من السعادة، ولا هتلاقيهم مبسوطين قوي زي الهوب، إنما مؤشر السعادة ومعاييره اعتمدت على معايير مختلفة ومقاييس متعددة. حسام عايش في فنلندا، الدولة البرد جدا، ولكن شكله سعيد. مش بس لو اعتمدنا مؤشرات السعادة الأولى إلا على شكل معايير معينة، والمعيار الأكثر استخداما اسمه World Happiness Report، بيقيس السعادة بناء على الدخل القومي الإجمالي والدعم الاجتماعي والصحة والسلامة والثقة والسخاء، ولكنه سعيد في النهاية بشكل ما. ولكن هناك معايير أخرى ومؤشرات أخرى بتعتمد على جودة التعليم، ولكن الفكرة هي أن السعادة مؤشر مش حالة الناس، وعشان كده الشغف للوصول ورؤية كيف تبدو أسعد دولة في العالم مش هتكون واضحة ليك كسايح، ولكن هتلاقيها لو عشت في دولة الشمال البرد. ولكن برضو للدولة اللي عندها 180 ألف بحيرة، تقريبا نص عدد السكان الفنلنديين عايشين في هلسنكي، كذلك نص عدد المهاجرين لفنلندا عايشين في هلسنكي. المشكلة ان مفيش مكان هو السيتي سنتر، يعني الاماكن كلها موجودة في حتت مختلفة، بتاكل غرامتين في نفس المكان في نفس الوقت. اذا ما غيرت بدل ما تشوف السبعينك هنا السيارة ماخذة غرامتين. وبجد بلد جميلة تستحق الزيارة طبعا. من تقييمات السعادة هي الحرية والتنوع. ذهبنا للحي العربي في هلسنكي، ورحنا لمطعم عراقي، وحسينا ان احنا في بلد عربي 100%. احترام الحريات والاخر هي اهم معيار هتلاحظه للسعادة، او مش هتلاحظه لان بالظبط كل واحد في حاله. لو كنت في الصيف عندك فرصة تشوف 24 ساعة في اليوم شمس، ولو كنت في الشتاء فالعكس تماما، 24 ساعة في اليوم ليل. الدولة اللي اخترعت الساونا وبتقيم فيها سنويا سباق حمام الساونا، وتعتبر مسابقة ثقافية لمين هيقعد وقت اطول في الساونا. فنلندا حظت بلقب أجمل دول أوروبا، وهي من أكثر الدول الأندرريتد في الجمال، ومع جمال هلسنكي بألوانها الجميلة إلا أن الجمال الحقيقي برا العاصمة، حيث نسبة الغابات فيها 3/4 فنلندا. وفي شمال فنلندا، شمال دولة الشمال، تقدر تلاقي أوتيلات الجليد، وتقدر تشوف رحلات التزلج بالكلاب، وأيضا يمكنك الاستمتاع بالساونا المجانية في بعض المدن اللي تم إعدادها وتزويدها بالحطب. في رحلة البحث عن دولة الشمال وصلنا هلسنكي بحثاً عن السعادة، واكتشاف واحدة من أجمل الدول، والتعرف عليها وعلى المعيشة فيها جملة وتفصيلاً. مرحبا بكم في العاصمة هلسنكي، مدينة الشمس لمدة 51 يوم على التوالي، واللي بتسمى أيضا بمدينة الساونا، واحدة من مدن قليلة جدا فيها جزر ب 300 جزيرة. مرحبا بكم في هلسنكي عاصمة فنلندا، أسعد دول العالم. من تالن عاصمة استونيا رايحين دلوقتي على عاصمة فنلندا هلسنكي. يلا يا شيخ، يلا هنا أسعد مدينة. عبارة فتتنا هي ماشية هناك، طلع بقى منديل بقى وشاور لها بقى كده فاهمني. المركب احنا حاجزينه ان هو يطلع الساعه 7، احنا واصلين 7:15. قال لك المركب طلع ليه؟ المركب طلع قال لك التذكره اللي معاك اللي احنا قريناها اصلا كويس جدا انا وانت يا شادي، مكتوب فيها انك تحضر 25 دقيقه قبل. طب احنا حضرنا 15 دقيقه قبل، قال لك لا، والتذكره نون ريفاندبل. استنى انت تذاكر جديده. الله بينا. شكله نضيف المركب. مرحبا يا عزيز والله. الساعة 40 بالظبط. غرفة لعب الأطفال أنا بقى حجزت لك هنا عشان إيه؟ يلا نلعب. تلعب النهاردة؟
المركب بصراحه مريح جدا ومش خساره فيه 40 يورو، انترنت، حمامات نظيفه، في شاشه تلفزيون، عندك الفيلو كده ممكن تركب المرجحه. انا ركبت المرجحه وهنام هنا بقى عشان انا هنا. صح ما بص كده المنظر، احنا ورانا كده استونيا. ايه ده انت بتعمل ايه؟ طلبنا بقى برجر كينج بقى، انت عارف الواحد بيجوع في الميه، انت عارف برجر كينج؟ اه دوت برجر كينج هنا جوه المركب. وتعالوا اوريكم الحمام شكله عامل ازاي. عندك فيو قوي طبعا، الحمامات يعني نظيفه، وكمان في عندك السائل الجلد عشان تمسح القعده. في ناس طبعا بتحب كده. وده المنظر اللي انت تشوف الحمام طبعا فيه مشمس. قال لك اسمها التجربه الفنلنديه، The Rest Room Experience. برجر كينج بيصطادوا سمك؟ لا اصطادوا فراخ وبيف وكلام من ده. في بقر في البحر؟ في بقر، البقر ذو القرنين. يا جماعه اول مره اسمع عن بقر البحر ده، اللي يعرف بقر البحر يكتب لنا في الكومنتات اللي شافه قبل كده. احنا بقى بنركب المركب ونقعد بقى ناكل ماكدونالدز وبرجر كينج ومش عارف ايه وتريفيل زي ما انت عايز. انا معاك كوبايه. انت جبت تريفيل؟ لا انا ما جبتش تريفيل. بعد اللي احنا كلناه ده بصراحه محتاجين شاي بلبن وقهوه بالغير لبن. الله عليك. يا جماعه بصوا، مبدئيا كده هي بدايه موفقه لهلسنكي. المركب والرحله كانت ظريفه جدا، مع ان انا خسرنا التذاكر، بس عادي بقى يعني هتتعوض ان شاء الله. والنهارده في شمس وبدايه موفقه لهلسنكي. يلا بينا. اول ما طلعنا من التيرمينال لقينا نفسنا كاننا داخلين على الثلاجه كده، سبحان الله، مع ان في شمس وما بانش خالص انها برد. الناس هنا بتشتري تذاكر المترو. لا احنا هنقضيها مشي صح؟ احنا موتو رجل، احنا معناش فلوس، احنا موتو رجل. بعد اللي دفعناه في المركب موتو رجل. ترمايه اهو. احنا هنروح فين؟ نتمشى بقى. ماشي. انت جيت هنا قبل كده؟ سنة 2014. طب يلا بينا. يلا بينا. طبعا استونيا ورانا، واحنا داخلين على فنلندا البلد العاصمة. ولكن احنا طبعا مش عارفين احنا رايحين فين، ما عندناش خطة، عايزين نتوه في قلب هلسنكي. يلا بينا هنتجه على طول وندور هنعمل ايه. احنا معانا ممكن نتمشى ساعتين ثلاثة، ما تعرفش تمشى ساعتين ثلاثة عادي. يلا بينا يا عم. جو على فكرة جامد جدا، هو في لسعة برد بس في لسعة شمس، بس الشمس جميلة. دي تقريبا البيضة اللي احنا شفناها الثانية صح ولا الثالثة؟ لا هم كانوا في بطين. انت بتعمل ايه؟ طلعت من البطين. بصوا مبدئيا الشوارع واسعه، وطبعا نظام اوروبي عادي، والمبنى الكنيسه اللي ورانا دوت منظره جميل جدا. يعتبر ده في السيتي سنتر، بس هنا في مشكله ان مفيش مكان هو السيتي سنتر، يعني الاماكن كلها موجوده في حتت مختلفه، فتلاقي ان انت مش عارف انت اصلا بتمشي فين ولا رايح فين. كل حتت هي في حتت كتير حلوه بس مفيش سيتي سنتر. اللي بيميز بقى المدينه انه الالوان بتاعه المباني جميله جدا، اكتر من رائعه، منظرها جميل، وفي الوان تركواني على فحلوقي على مش عارف ايه، الوان غريبه جدا. يعني بصوا حتى الناس اصلا لابسه لبس الوان غريبه. بصوا كده بالفيديو الناس لابسه يعني ايه، في تلوين طبعا. انا سمعت كمان ان هم بيحبوا يلونوا في الاكل، بس ده هنعرفه بعدين. عموما المنظر بتاع الشارع جميل ويفتح النفس. هلسنكي عاصمه فنلندا، من أبرد عواصم العالم، وبجد بلد جميلة تستحق الزيارة طبعا كالعادة، زيها زي أي دول في بحر البلطيك. بس لازم تعرفوا حاجة، إن أنتوا لازم تتقلوا كتير وأنتوا جايين البلد دي. إيه رأيك في الشوارع، في الوسعان بتاع الشوارع؟ وسعان الشوارع لذيذ. هنا خطوط المواصلات كلها راكبة مع بعضها، يعني مثلا المترو موجود، الترماي موجود، الطرق حلوة، الواحد يقدر يمشي وهو يتمتع، لان الوان البيوت رائعه. يعني انت سؤال، انت شايف ان هنا الناس فعلا ممكن يكونوا اسعد دوله في العالم؟ انا شايف ان الناس كلها سعيده في الشارع، في طاقه سعاده في الشارع، في طاقه ايجابيه جميله وسعاده. يلا انت، يلا انطق. اكثر شارع عندهم مشهور عندهم في فنلندا، فيه هنا حديقه وفي كذا وفي المقاهي القديمه، ولسه كنت اصور قصر الرئيس وكذا. والله بلدي يا اخي صراحه كنا مرتاحين كثير بيه، بس بعد الاحزاب دول اللي اجوا شويه اذت البشريه. كده هنروح بقى اماكن السياحيه. ان شاء الله رايحين جزيره قريبه من هنا، اللي هي بيركبوها بالمركب. هنركب المركب العباره ونروح لها. شايف من مباني، مفيش اتراكشن سياحيه. ما في مرجحة ومراكب يلا نتمرجح، يلا نتمركب. استنى بقى لما يجي وقت بتاع طولة النبي ان شاء الله.
هذا شيء من المحالم هنا اللي موجوده عندهم السكاي ويل. فالسكاي ويل ممكن واحد بيقطع تيكت نفس العمليه الاليه هاي، وفي كذلك يعني كاستمر سيرفيس ممكن تقطع من عنده كاش تدفع وتدفع عن طريق الكارت، وتقدر تدخل على هذا المكان بيكون هو بيشوفك تقريبا هلسنكي لانه هو جدا عالي. تشوف هلسنكي من فوق وبصفك في عندك اذا شفت ال 3D او الفور دي ماكس اللي هو اللي بيجي عندك هداك السينما، تقدر تجلس بداخلها وننزل بيعوموا هناك. ممكن هذا عاملين هنا، هذا مكان افتتحوه تقريبا قبل سنوات، عملوا فيه بالشتاء بيكون بداخل هذا المكان حاطين بويلر شوي يكون بيسخن مي وحتى الثلج بيسيح، وبنفس الوقت بيدخل اللي هناك العالم بتنزل بالمي لانه عندهم هاي من اكثر النشاطات المهمه عندهم اللي هو موضوع الساونا. الساونا عندهم من ضمن حياتهم، يعني الساونا من النظام الفنلندي الشائع القديم بيستخدموا نوع من انواع العشر. الساونا فنلنديه ولا سويديه؟ هي اصلا هي ساونا فنلنديه لان برد قارس مثل ما كلمتك قبل شويه، فحتشوفوا هناك فبيخلوها تجي العالم بتدخل ساونا بتاخذ حماوه بتنزل مباشره للمي البارده وتكون يعني اكثر نشاط حسب ما بعتقد. انا ما مجرب هذا الموضوع. قصر الجمهوري هنا اعتقد هو المكان اللي يتجمعون به في حاله عندهم المناسبات والاحتفالات والمجلس، وكذلك الداخل اذا كان في عندهم امور تدير الدوله، فهذا المكان اللي موجود من عندها وموجود كذلك اللي هنا. انا يعني اول مره ذيك المره بالصدفه تفاجأت بالسفاره السويديه اللي هي هاي بالضبط صايره جنب من المكان، يعني جنب القصر الجمهوري او على اوكرانيا. طبعا كل اوكرانيا دعم هنا فنلندا دعم يعني كل اوروبا الى اوروبا دعم يعني وكل مكان الى دعم الى اوكرانيا على الحرب اللي صارت ولا كان تاثيرات سلبيه على هالبلد هذا ايضا حال دول اوروبا في غلاء صار زياده في المعيشه يعني. وكيف الوضع هون علاقات السويد وفنلندا؟ طبعا علاقاتهم من زمان الزمان يعني التاريخ القديم هم كانوا تحت الانتاج تحت حكم التاج السويدي، وبنفس الوقت يعني تحرروا من عندهم واخذوا استقلالهم، ومن ثم حاليا يعني نقول جيران يعني مثل ما هذا. ولكن هي فنلندا تعتبر اسكندنافية ولا لا؟ يعني قرأت على هذا الموضوع صراحة ما اعتبرت من الدول الاسكندنافية، اعتبرت من دول الشمال، وكانت يعني بس هي مو من ضمن دول الاسكندنافية بس تعتبر من دول البحر البلطيق يعني. هذا الشيء هو كان موجود نكمل نفس الشيء. ولكن شو بيعتمدوا هنا على الضرائب اكثر شيء؟ في صناعات ولا هم بيعتمدوا على الضرائب؟ في صناعات عندنا، في عندنا ماركه اسمها سوسي اللي هاي من اكبر الشركات اللي بتصنع التراكس اللي هي العملاق اللي بنسميها احنا اللي السيارات الكبار يعني اللي تستخدم للانشائيات والامور هذه، وبيستخدموا العالم اللي موجوده اللي هنا صناعات ثقيله في عندهم، وفي عندهم صناعات الهاند ميد كذلك، وفي عندهم صناعه الورق والاشجار وغيره. بيعتمدوا اكثر حاجه على ايه عشان الدخل القومي؟ الدخل يعتمد على الضرائب. وعلى ايه ثاني؟ بيعتمد على الغرامات اذا كنت تركن سيارتك. وكذلك في عندك هنا هذا التيكت الباص اللي قطعناه قبل شويه، هنا حاط لك السنه، هنا السنه، هنا اليوم وانت ماشي، ولا بتنسى هنا اللي التيكت بينتهي الساعه 2:41 دقيقه، فانت اذا بتطلع بمكان لازم تحرص لان قبل ما يكون المسافه في الطريق مناسبه الى وصولك الى في خلال هذا الوقت. جيد، لان في غرامه مثل ما شوفناها قبل شويه 80 يورو كانت تجي. دائما الناس يعني دائما يجمعوا يحبوا يجمعوا غراماتهم. هو اخي هو البلد هنا صراحه يعني او يعني احنا لو كان صراحه باعتقادي لو كان في بلداننا العربيه اكو في غرامات كثيره يعني كانت العالم شوي يكون الرادع اقوى. حتى في هذا ولسه يعني مثلا اذا تسافر على السويد دخلت السنتر اذا بتدخل عليها بتدفع عليها شيء بسيط يعني 2 يورو 3 يورو حتى بيقللوا ويحجموا السيارات اللي بتدخل على السنتر، وبنفس الوقت بيشجعون العالم لاستخدام المواصلات العامه لان في مترو في راتكا. الراتكا اللي قطار الكهرباء اللي يمشي على السكه الحديد داخل المدينه، وفي عندك كذلك الباص اللي هو جدا منتشر. اكثر الشغلات اللي يعتمدوا عليها بالدخل هنا اللي هو موضوع مكانات القمار وموضوع التبوغ والمشروبات الروحيه، هاي ممنوع تداولها فقط بيد الدولة، ونسبة الضرائب جدا عالية عليها لسبب واحد، بين أكثر من ربع المبلغ بيرجع من هذا المال بيروح إلى وزارة الصحة. ليش إلى وزارة الصحة؟ لأن هم الصحة
راح تضطر تعالج مشاكل دول العالم اللي مستمرين بهذا المجال، مثل التدخين والمشروبات الروحية والمرض الله يكفينا الشر القمار يعني هذا. ولكن بيروحوا ويشتروها من استونيا 45 دقيقة بالمكتب السريع ويرجعوا. هم ممكن كذلك هذا، بس هم عندهم ليمت ترى، يعني ما ممكن، ما بتتوقع بأن هم بيروحوا وبيجيبوا كل شيء، يعني هم عنده كذا علبة دخان، كذا قنينة، كذا ما أدري شنو إلى آخره يعني. فلذلك قلت لك يعني أغلب الأمور ذني اللي من ضمن دخل الدولة اللي هو إضافة إلى الضرائب وقلنا الغرامات والصناعات اللي عندهم، من ضمنها اللي هو موضوع المشروبات الروحية والتبوخ، هذا كل يتألهم، والمكاين ذني القمار اللي موجودة دولة تابعة لمؤسسة الدولة يعني شهادات، وما شاء الله يعني المكان ممكن بالشافون مكان نظيف وجميل. هاي موضوع الإرشادات اللي مكتوبة عندك الفنلندي والسويدي والإنجليزي، وكيف ممكن تتجنب المخاطر اللي الإنسان ممكن أن يوقع بيها. السويدي هو اللغة الثانية هنا، اللغة الثانية في هذا البلد، ومن ثم بيحطوا لك العلامات هاي. هسه راح نتوجه هنا. من الشغلات اللي حلوة بهذا المكان كذلك وكل مكان تقريبا من فنلندا اللي هو موضوع فري واي فاي. ممكن هنا عندك فري واي فاي، تقرأ الكود ومن ثم اقرا الكود اللي موجود تحت، الاسعار اللي موجوده هنا اللي موجوده كذلك، مهمين اللغه الانجليزيه والفنلنديه والسويديه محطوطه الاسعار. تايم تيبل عندك هنا، انت بتروح الباخره اللي موجوده او اللغه السويديه اللغه الثانيه، اي اللغه الثانيه يقول لك انا احتلال مش احتلال، كان تبع للسويد زمان. هنا العاملين المناطق، هذا نظام اعتمدوه يعني قبل سنوات بسيطه يعني مو كثيره، عملوا المناطق خلوا لك اياها على عده جانب. هذا موضوع مهم بين هيلسنكي اللي هي هاي موجوده كدائره اداريه مقسمه الى عده منطقتين، سومولينا الرايحين هسه حاليا، هيلسنكي وهيلسنكي زون اي وزون بي اللي موجود هنا، ومن ثم عندك فانتا اللي بيجي فيها المطار، وهنا كذلك علامه المطار هاي فانتا. اسبو اللي هنا عندك تنقسم الى قسمين، فيها عندك اسبو ومنطقه صغيره بداخل اسمها كونيا، ها كونيا يعني هاي منطقه سويديه، يعني البلديات بداخلها سويديه، النظام السويدي بداخلها، بس هم كذلك يعني تابعين الى اسبو. كم الاسعار؟ 3 يورو؟ نعم، هو هذا الفكره. انت اذا جيت لهذا المكان، انت تختار المكان اللي راح تجي به، فتختار يا زون راح تقطعه، مثلا بتوجه من اي الى بي، من مثلا اغلبيته من اي الى بي او الى سي. احنا الزون مالتنا الساكن بالسي يعني ممكن كان، بس صار لمده ما بنستخدمه. ممكن تقطع اي بي سي دي، بيغطي لك الخريطه كليتها اللي هنا تعتبر احنا العاصمه والمناطق الاداريه مالتها. عملوا المناطق الاداريه مالتها لهذا السبب لغايه من عنده، حتى بيسيطروا على واردات الضرائب، ومن ثم تكون الخدمات. طبعا احنا وصلنا يعني هو ذا المكان، هو البيت. نعم. والشغله المهمه 80 يورو لا تنساها الغرامه اذا كنت ما حامل التيكت اللي موجود صحيح معه. نعم، التيكت الصحيح، المواعيد صحيحه، اي المواعيد. دوله يا جماعه في المركب ما بين الجزر الفنلنديه، في شغله هنا جميله كذلك. اكثر بلدان تهتم بموضوع الامان هي فنلندا، فراح نشوف هسه حاليا اللي هو هذا اللي هنا موجود عندك اللي هي موضوع الامان. ممكن بالصوره مثل ما بنشوف العلامات اللي موجوده بداخل هذا المكان، القوارب النجاة اللي بداخلها، وطريقه استخدامه كيف بينزل، يعني ممكن اي شخص ممكن بيقرا بالانجليزي وبلغات اخرى محطوطه، حتى ممكن بيساعد بعمليه يعني النجاة. احنا حاليا ابتعدنا عن الهلسنكي مثل ما بنشوف، السفر مسافته مو بعيده حاليا. هذا القارب راح ننزل شاحنه. مبسوط في الرحله؟ جميله، موفر جميع وسائل يعني اللي موجوده هنا، مثل ما نقول حمامات اذا احد يحتاج حمام. انا بدخل الحمام. اي اوكي، انا راح ادخل الحمام. هاي الحمامات، حمامات نظيفه جدا. حبيبي شلون صحه؟ الو غادي، عيدك مبارك، العايدين ان شاء الله. السلام عليكم. هاي الغرفه الداخليه، دي الفي اي بي، ودي مخصصة للجميع يعني العامة. هي دي معتبر معنا مكان خاص للعالم. حمامات هنا متوفرة داخل المكان. جميع الإرشادات ستاندرد عالي يعني. اي مكتوبة كذلك باللغة الفنلندية وباللغة الإنجليزية حتى تساعد العالم يفهم الموضوع. دولة يا جماعة في المركب ما بين الجزر الفنلندية ومع
معانا دلوقتي. هننزل تحت نشوف شويه المركب ولا هنعمل نشوف هنا. أنا بس في شغله هنا جميله كذلك. اكثر بلدان تهتم بموضوع الامان هي فنلندا. فراح نشوف هسه حاليا اللي هو هذا اللي هنا موجود عندك اللي هي موضوع الامان. ممكن بالصوره مثل ما بتشوف العلامات اللي موجوده بداخل هذا المكان، القوارب النجاة اللي بداخلها وطريقه استخدامه كيف بينزل. يعني ممكن اي شخص ممكن بيقرا بالانجليزي وبلغات اخرى محطوطه، حتى ممكن بيساعد بعمليه يعني النجاة. احنا حاليا ابتعدنا عن هلسنكي مثل ما بتشوف، بس المسافه مو بعيده. حاليا هذا القارب راح ينزل ان شاء الله. مبسوط في الرحله؟ جميله. جميع وسائل يعني اللي موجوده هنا مثل ما نقول حمامات، اذا احد يحتاج حمام انا بدخل الحمام. اي اوكي في معنا واحد دخل الحمام. هاي الحمامات خلي حمامات نظيفه نظيفه جدا. لا استنى بقى خلينا نرحب. شلون حبيبي شلون صحه؟ هلا غادي عيدك مبارك. عايدين ان شاء الله. هلا غادي السلام عليكم. هاي الغرفة الداخلية. دي الفي اي بي. ودي مخصصة للجميع يعني للعامة. الفي اي بي معتبر معنا مكان خاص للعالم. حمامات هنا متوفرة داخل المكان. جميع الارشادات. ستاندرد عالي يعني. اي مكتوبة كذلك باللغة الفنلندية وباللغة الانجليزية حتى تساعد العالم يفهم الموضوع. اي ناس عايشه موجوده بداخل هذا المكان يعني. وسط البحر. وسط البحر. لسه في جزر، هذا الطريق كله جزر، لسه انت ماشي منها هذا كله راح يلاقينا جزر. كم جزيره موجوده في فنلندا؟ والله هم بلد الانهار والجزر يعني. صيج تقريبا. اما الاعلى يعتمد على الشهاده وعلى الدخل. يعني اقل شيء 10 يورو ونص الساعه. تقريبا. قبل الضريبه ولا بعد الضريبه؟ لا لا لسه الضريبه تجيك تاخذ من عندها ما ادري كم. 10 يورو ياخذ ضريبه. لا شنو؟ الحصن القديم مثل ما تفضلنا، وكذلك اللي حتى موجود بعض من انواع الاسلحه مالتهم اللي موجوده هنا، مثلا هناك عندك المعالم القديمه، العربات، المدافع. هو دلوقتي مثلا الشخص اللي بدون عمل في فنلندا ماشي في اي مقاطعه او اي في مدينه فنلنديه. نعم. طيب هيقدر يعيش ازاي وفي خلال اثناء فتره غلاء المعيشه اللي موجوده هنا؟ هنا في هذا البلد اول ما بتدخل الى المجال البلد لغه ما حد يتكلمها باي بلدان العالم كلها. نعم. فهاي العمليه راح تسبب لك حاجز كبير بالتفاهم بينك وبين الشخص رب العمل. طيب. فلازم بالبدايه بتدخل انت مدارس خاصه لمده سنه او اقل الى تعليم اللغه الفنلنديه. تمام. فتتعلم من عندها اللغة الفنلندية، ومن ثم يخصصوك يشوفوك أنت عن طريق مكتب يسمونه مكتب العمل، يسألك شنو كنت أنت تعمل في بلدك، شنو اختصاصك، يحاولون يقربون من عندك إلى شيء إلى اختصاصك، كمثلا ناس بتشتغل في إيدها مثل هاندميد، تشتغل ناس مهندسين، ناس تشتغل دكاترة، عامل الشهادة يعني يكون المصداقية شوية، عامل نقل الشهادة وترجمتها إلى اللغة الفنلندية في كثير صعوبات، وفي نقص مواد وفي نقص دراسة اللي هنا بهذا المجال. فبعد من عنده تتوجه إلى موضوع الدراسة، بعدها إلى موضوع العمل. موضوع العمل أنت التزمت مع شخص بعقد عمل راح تحصل أجر مقابل العمل. في حالة إذا أقالك أبو العمل بهذا المشكلة راح تضطر بأن ترجع إلى النقابة. لا النقابة، النقابة خلال مدة محدودة، مثلا تكون انت مشتغل مثلا 6 اشهر او كذا او اكثر، فانت من حقك من ترجع على النقابة لان تكون انت دافع هذا الشيء للنقابة، فبيرجعوا لك من عندها. في حالة ما لقيت عمل بعد هاي مدة النقابة اللي تمتد من الى بالضبط يعني ما حضرتني الفكرة، اللي مثلا ممكن لا تدفع 6 اشهر او سنة، يدفعوا لك 80% من قيمة الراتب. طيب. ومن ثم بعدها ما لقيت هذا الشيء، النقابة تسحب نفسها من عندها، تنزل انت بيد اللي هو الرعاية الاجتماعية. الرعاية الاجتماعية بتوفر لك جزء بسيط اللي هو نقول حد الكفاف يعني بالمعيشه، تقدر تعيش وتاكل، تقدر تعيش يعني تاكل بيه. نعم. كذلك يوفروا لك الصحه، نرجع لهذا الموضوع مهم اللي هو الصحه، ويوفروا لك ايضا جانب ثاني اخر اللي هو موضوع التعليم اللي كان ممكن هنا في خلال هاي الفتره تحاول تعدل على شهادتك. مثلا على سبيل المثال يكون انت عندك مثلا مجال مثلا في ممرض في مستشفى ما، وقررت بان تنهي هذه الشهاده، ممكن تدرس اي شهاده اللي كان. وهذا الشيء اللي هنا اللي حلو بان هنا
ناس عمرها 80 سنة دا يدرس في سبيل يحصل شهادة معينة. طيب. ما عندهم عمر محدد بين توقفت عن الدراسة يعني. حلو. بتحصل شهادة إلى آخره. إحنا عندنا في مصر دول بيشو. بيشو؟ آه بيحشو. آه بيحشو. بيحشو. لا هذا متوفر هنا لي. هذا جريمة إذا بتمد إيدك عليه يعني. جريمة. أي جريمة تعتبر. آه. كم سنة ولا غرامة بس؟ غرامات إيه وأحكام أشهر يعني، بس يعني إذا بتتكرر مرة ثانية وتثبت عليك يعني مشكلة بهذا الحال. هو أصلاً حاجة نادرة يعني ولا؟ لا مو نادرة، هذا أغلبية تعتقد هذا مهاجر، ما أعتقد الله أعلم. آه. يعني ما عندي معلومات كافية حتى عنه. البط بيهاجر لفنلندا؟ وهنا الهجرة جداً عالية، بلد بما يعني نسبة مياه كثيرة يعني بحيرات وأنهر وكذا وإلى آخره. آه. فيكون بيها فرصة لهم للتفريخ وهذا، إضافة في محميات هنا ممنوع تدخل الصيد من عندها او تاخذ ريشه من عندها. آه. يعني ممنوع تمسكهم يعني بهذه الطريقه. معلم اللي هيحصل دلوقتي ده انت تمسك البطه وتحشيها. احنا عايزين ناكل. اوعى يلا اوعى. احنا حاليا في سوملينا قلعه فنلندا، فمن المعالم اللي موجوده فيها بين هذا كان حصن، ومن ضمنها هاي المدافع الموجوده بداخله، وإضافة إلى شغلات ما بنعرف كذلك هم الموجودة مثل ما بتشوفوا في سجن من الجانب الثاني، ما طبعا مو في زمن ما. والمدينة اللي فيها الناس أصلا ساكنين قريبة للحصن، يعني هي الجزيرة أو قلعة فنلندا فيها جانب حصن والجانب الثاني اللي هو جانب السكن المواطنين، في عالم ساكن هنا في هذه المناطق كيف يتنقلوا؟ يتنقلوا عن طريق الفيري اللي هي الباخرة اللي موجودة أو المركب، ومن ثم طبيعتها جميلة. وهلسنكي واضحة عليك من نالة، ممكن بنشوفها مسافتها مو بعيدة، والتنقل مثل ما شوفناكم عن طريق المركب، وشي جميل يعني. اليوم من حسن حظنا أن درجة الحرارة 18 وشمس، الجو لطيف يعني، وممكن هم نشوف حركة الملاحة البواخر اللي موجودة اللي قريبة من نالة، هاي باخرة، ومن ثم الباخرة الثانية بالأفق إذا أكون واضحة عليكم راح يكون في هلسنكي موجود عندنا، ومن ثم نلاحظ حركة الـ يعني الملاحة الباخرات المتوجهة منها، ممكن تتوجه إلى استونيا، وممكن كذلك تتوجه إلى السويد ستوكهولم. في جزر كثير، وفي جزر كثيرة كثيرة. هو الطريق أغلبيته يعني أنا إذا كان مثلا يكون الجو مثلا صافي ويقول المي شلون نقول احنا صافية، ممكن حتى تشوف الخط البحري اللي موجود بداخل الكابل الضوئي أو البحري اللي موجود بداخل المي، ممكن بتشوفه مع العلم هي يعني مناطق التخييم ما تواسع. نعم الانترنت بيصلحوا السفن وبيبنوها هنا. اه يعني لو تلاحظ في هناك سفن كبيرة جدا هنا على ايدك الشمال، وفي هنا مراكب يخوت صغيرة. هذا في ميناء دولو، هذا المكان النزول مالتهم مثل المرسى، حتى يقدرون ينزلون هنا. دول بيجمعوهم هنا وبعدين بيصلحوهم، لان اذا بقت بالمي هنا بيجمدن بداخل المي. يعني ده ميكانيكي سفن؟ هذا نقول ميكانيكي، نقول الانسان يعني بيصلح، لانه بياخذوا ملح من المركب فبينعمون الملح بيوخروه بعدين يصبغوا مواد وكذا. ميكانيكي سفن يعني. هذا بقايا الثلج واجانا الصيف والحمد لله. تكلمنا قبل شوية على موضوع الغرامات، ولازم واحد ينتبه عليها. ممكن بتاكل غرامتين في نفس المكان في نفس الوقت إذا ما غيرت، بدون ما تشوف السبعينك هنا السيارة ما أخذها غرامتين فيها رقم السيارة فهذا نفس الغرامة. الغرامة بكام؟ التيكت الفاين. الفاين بكام؟ أي نعم، فحط لي إياه يكون واقف في مكان. 60 يورو؟ 60 يورو أو حسب الزون اللي تجي عندنا موجودة. الكنيسة اللي ورانا ديت واحدة من أقدم ومن أشهر الأماكن الموجودة لهلسنكي. هلسنكي اللي هي مدينة ما فيهاش فعلا حاجات كتيرة موجودة كسياحة، ولكن دوت من أشهر الأماكن السياحية، خصوصا فيه علم أو فيه اسم هلسنكي من ورا. هلسنكي كنيسة قديمة بنيت تكريما لدوق روسيا اللي هو نيكولا، وهاي حاليا تتميز بأربع قباب مثل ما بتشوفوها قدامكم خضراء مستمرة. كنيسة قديمة أثرية جدا، أغلب الأماكن اللي هنا بهاي الساحة اللي أمامكم ممكن بني يقوموا بها حفلات في رأس السنة، ويقيموا أيضا داخل هنا بعض المهرجانات. تتجمع أغلب الجاليات هنا وتعتبر واجهة من واجهات هلسنكي بالسفر.
كده بره بره هلسنكي شويه ولا احنا في داخل هلسنكي؟ اه ورايحين متوجهين للمطاعم العربيه. في مطاعم عربيه هنا؟ في مطاعم عربيه. المنطقه كلها اصلا عربي وفيها كثير مناطق كذلك عربي. اكثر الجنسيات هنا صوماليين؟ عندك الصوماليين كجاليه كبيره هنا موجوده، عندك العرب هم كذلك العراقيين موجودين ومن ثم بقيه الجاليات. هذا محل اعتقد هنا ناشر بضاعته هنا، يمكن يا اما غاسلهم يا اما غسلهم او بيعهم برضو. هذا هنا بقى الحاجات اللي هي ربابيتيا صح؟ من ونص هنا كذلك عدلت هذا لازم نصور هنا جوالي صور هنا؟ اللي قدام من عندنا بس خلنا نطلع من دولة خلاص خلنا نطلع من دولة من الدولة من الدولة هل الحلال عربي؟ اي محل علاقة عربي كله كله يا شادي ده الديب ويب بتاع فنلندا. ده بص السلم مش شغال طالع ونازل على نفس الستايل يعني ما شاء الله يعني ونبقى. متأكد ان احنا في فنلندا؟ في فنلندا اي نعم. هذا احنا هاي الحياة في فنلندا بس من جانب الثاني تقدر تشوف هسه هذا الشيء موجود هسه عندك. وهسه ننزل ذكر عندك كله مشاوي واكل. هذا المطعم عراقي اي نعم مطعم عراقي. طريقة الاكل مالتهم هنا اللي يقدموه كله طبخ عراقي عراقي خبزي كباب مشاوي. ما فيش ولا طاولة فاضية اي ما شاء الله. ايوه محل ما شاء الله مرسوم يعني. طلبات عندنا بنطلب منك المشاوي مثل ما موجود عندك وممكن هنا بتعبي السلطة اللي بتعجبك اي سلطة تعجبك وما بننسى كذلك الشوربة. هسه بشوفك ان شاء الله كيف بيصير. يا جماعة اللبن الرايب حاجة من الآخر. ايه رأيك في الكلام ده؟ انت بتشرب شاي مع رايب مية مية سماق؟ لا والأكل ضاني يعني. اي ضاني لحم ضاني. السماق بناخذ احنا بنخليه على بهالطريقة. انا احب سماق هواية. انا الحاجات دي اصلا ما باكلهاش في الدول العربية الثانية. موجودة في فنلندا موجودة في سوريا. السوريين لما طلنا في ليتوانيا برضه. عم حسام علمنا نرش ليمون على اللبن الرايب. والله يعني الاكله انا بصراحه كان نفسي اكله زي كده من فتره لان مصر الاكل اللي هو العربي بقى هو اللي بيسد مع الواحد. انا بقى سافرت كل اوروبا تقريبا 19 دوله 20 دوله في شهر رمضان. دلوقتي تقريبا المكان الوحيد اللي لقيت فيه اكل عربي فعلا بيسد معانا اللي هو المطعم اللي احنا فيه دوت. فين؟ في فنلندا. في فنلندا بس طبعا لان استاذ حسام بيعرف السكريت بليس. اي بالعافيه بالعافيه. هناك ان شاء الله اكل غنيه ان شاء الله. المكان هنا المنطقه كلها عربي صح؟ في محلات عربيه مثل ما شفت جوا محلات الحلاقه ومحلات الحلويات وكذا وكذا. في اكثر من شغله يعني وكل الناس الموجوده هنا يعني ينقصدوه ينقصدوه حتى الفنلنديين لان يعتبروا مقارنه بالاسعار يعني. الأسعار ممتازة والأكل طيب طيب وعندك بوفيه شوربة بوفيه سلطات بوفيه عيش بوفيه لبن رايب بوفيه شاي كل حاجة. المنطقة دي يا باشا كلها عرب صح؟ يعني هنا هلسنك العرب؟ لا ده حي العرب في هلسنك. واحنا نقدر نقول دوت حي العرب في هلسنكي؟ نقدر نقول نسميه الحي العربي. كل اغلبيه المحلات العربيه نرحب بكم هذا المطعم اربيلي هم الناس طيبين هم. استاذ احمد انا كنت بقول له ايه امبارح؟ كنت بقول له نفسي انزل مصر عشان اكل ايه؟ اكله مصريه كده سد مش قادر اقسم بالله جت في الجون يعني. والله شفت سلم متحرك ذهاب وعوده. ذهاب وعوده وكمان مش ليك بس للحمام والبط كل حد هنا. الامن هنا مستتب. بص الامن واقف واقفه ده بجد. الامن عامل كده في هو في امن وفي حاجه غريبه جنب الامن يعني. يعني ايه الغريب اللي مع الامن بس؟ ماشي ما انا معاك. الامن مستتب جدا يا جماعه. الامن مستتب في فنلندا. اللي عايز يجي فنلندا ما يخافش من حاجه. الامن مستتب. حلوه الطرق نظيفه يا حسام. ايه رايك في الطرق يا معلم؟ طوره ممتازه هنا. مفيش ما حسيتش ان في مطبات مثلا. وما شاء الله الاسفلت كويس. لا مش طالين يعني تعبانين على الطريق هذا. لسه بشوفك الشارع كيف مسويه.
حتى بيقطع الصوت على المدينه. حاجه مهمه جدا الناس بعتها هنا، الضرايب عاليه، لو ضاع منك حاجه بس في المترو بتدفع، يعني بتقعد تدور عليها، بيكون موجوده وكل حاجه بيحطوها في الامانات، عايز تستلمها الراجل بتاع الامانات بيجي لك بعد 3 ايام، بتدفع 25 يورو عشان ضيعت لو حتى علبة سجاير، 25 يورو عشان ارضية ان البلد عايشة تقريبا على الضرائب. انت رايك ايه؟ 25 يورو عشان خاطر علبة سجاير، ما بروح اجيب واحدة كده احسن يا عم. الاسعار هنا عاملة ايه؟ زي اوروبا زي فرنسا ولا اغلى؟ 7 يورو 14 يورو حسب الاكل. سندوتش الشاورما مثلا اعمل له كام؟ يعني تقريبا حدود اذا شاورما هنا. في عندنا شغله حلوه، احنا بنروح على اغلب البلدان يعني اماكننا المطاعم العربيه، يعني الوجبه 10 يورو 7 يورو حسب اللي كان. وكذلك هنا ممكن نشوف السحالين عندك كذا. هنا من الشغلات اللي حلوه هنا اللي يكون احنا في قريبين على البحر، وبنفس الوقت بيعملوا هاي الاكله اللي هي السمك الصغار، يجي مع الليمون والامور طيبه هنا. ممكن نشوفه هسه هنا، ممكن نصوره صح؟ شكرا لك. تيك فوتو؟ يا هاي الاكلات اللي موجوده عندهم حاليا، اللي من الاكلات اللي يحبوها كثير، اللي هي البطاطا اللي تكون مقلايه من كل ما السمك الصغار. نو سوسج يا سلام. السلمون اللي هو جاي من البحر كله؟ هذا اكيد من البحر. وفي عندهم طبعا اللي ما السوقي والفيجيتابلز. الفيجيتابلز شيء مهم عندهم هنا، لذلك لكن بيزرعوه فين؟ هنا في مكان تزرع ولا؟ شوف كيف بيحضر الصحن. يورو علبة الملطة. في كذلك هنا موجودة عندنا اللي هنا بلد في أكثر الشغلات اللي موجودة بداخله اللي هي الغابات. فالغابات بتكون فيها عندهم شغلات طبيعية من ضمنها تربية النحل، وكذلك اللي هذا البلو بيري، وذول اللي يسمونه هنا او بيسموه الكرز والتوت وغيره موجود عندك هنا مثل ما موجود بالصورة، ممكن بتشوفه هسه حاليا هنا. هذول كلهم بيصنعوا من عندهم مربيات، بيعملوا من عندها شغلات طبيعية. الحلو بالموضوع بيكونوا يعني طبيعي فريش يعني من الجو، هو بتطلع هي بتخرج كل سنه سبحان الله، ربك بيتولى السقايه مالتها والامور طيبه. فبيصنع من عندها الدشوف هذا اللي موجود، العمليات اللي موجوده. ثاني ابرد مدينه في اوروبا بعد عاصمه ايسلندا. النهارده يا جماعه هنتمشى في شوارع فنلندا، هنتمشى في العاصمه ونتعرف اكتر عن البلد الاسعد في العالم. مبدئيا لما نقول اسعد، خلي بالنا ان هي بترتبط مش فعلا بالناس، هتلاقيها عماله بتضحك في الشارع، هي مرتبطه بحاجه تانية، بالتعليم، بعلامات التعليم، بعلامات المرتبات، بعلامات يعني مؤشرات مختلفه تماما عن السعاده اللي احنا نعرفها، عن الصحه، عن الحاجات دي كلها. لكن احنا النهارده هنتمشى في الشوارع ونجيب لكم من قلب الحدث، من قلب العاصمه، ازاي الحياه ماشيه في العاصمه، وانتوا هتشوفوا الفايب بنفسكم. يلا بينا نبدا من السيتي سنتر. النهارده هنبتدي في السيتي سنتر، ماشي في شوارع هنلاحظ حاجه مهمه جدا، ان هنا في الشوارع في ناس لاجئين كتير، وطبعا في ناس من جميع الجنسيات، وده شيء ملحوظ في فنلندا، في هلسنكي خصوصا، لان العواصم الثانيه ما فيهاش كتير، ولكن هلسنكي خصوصا فيها نسبه أجانب أو اللاجئين كتير، تقريبا 50% من البلد كلها. عامة هي ده منظر الشوارع. طبعا دوت محطات المترو بتاخد التذكرة بأربعة يورو تقريبا أو 3 يورو على حسب الزون اللي أنت رايحه. بتقدر تاخد أي باص أنت عايزه، أي مترو، لمدة 90 دقيقة. المرتبات هنا غالية أو عالية، سوري، ممكن تبدأ من 9 يورو. وأهم حاجة الناس عايزة تعرف برضو هنا، الأسعار غالية جدا. لما بتخش سوبر ماركت الأسعار غالية، وكمان مقارنة بدول بحر البلطيق، لأنها تعتبر واحدة من دول بحر البلطيق. معانا أحمد من برضو عايش في دول بحر البلطيق، عايش في إستونيا، ليتوانيا. في ليتوانيا، سوري، إستونيا وليتوانيا لخبطتونا والله. الدنيا كلها يا باشا واحد. هي بالظبط، هي عامة بصوا العسل
ثانك يو. بتبيع شيبسي؟ لا بتوزع مجانا. لا اه بتبيع شيبسي؟ بتبيع شيبسي؟ لا بتوزع مجانا. خد لك واحد نرجع تاني. خد لك واحد. لا روح خد لك واحد. خد لك واحد. What is this? It's vegan chips. Okay. How much? It's free. It's free. Thank you. For my friend also, please. Yeah. Vegan. Thank you. شفتوا يا جماعة أخذنا هي غالية بس إحنا النهاردة هنتغدى ببلاش بيتزا دي ولا إيه؟ Vegan chips. Vegan chips. ده عبارة عن vegan chips يعني شيبسي بس بالطعم يعني حاجات vegan من غير لحمة. طب مبدئيا كده يعني هو الاكل مش بيتوزع مجانا بس احنا محتفظين. احنا النهارده يوم الاثنين. في يوم الاثنين المفروض حاجه مهمه جدا المفروض ان ديت الزحمه لان يوم الاثنين الناس بتبدا ترجع للشغل وهي دي الزحمه. اليوم الاثنين النهارده مفيش زحمه يعني هي في عربيات وفي حياه ولكن مفيش زحمه ما تلاقيش ناس واقفه طوابير وكمان عدد الاوتوبيسات اكتر من عدد نفس الشوط هتلاقيه اكتر من عدد العربيات وده معناه حاجه واحده انه الناس بتعتمد على المواصلات العامه لان انا شايف فعلا ان الناس بتعتمد اكتر على المواصلات العامه لان البنزين هنا سعره تقريبا 2 يورو لللتر يا جماعه بنزين غالي جدا 2 يورو اصلا اكتر من اي دول من دول بحر البلطيق 2 يورو ده مبلغ كبير جدا يعني لللتر الواحد فاعتقد ان ارخص واوفر ان انا اركب المواصلات العامه ترماي او المترو او الباص شوف فلوسنا معلم ده كده معلم التذكره بكام 4 يورو و10 سنت تذكرة ب 4 يورو 10 سنت بس ايه قاعدة باشا صح؟ في كده تشحن هنا ايه ده؟ ده لاسلكي؟ اه ده من تحت ده قاعدة حلوة عسل دي من اوست تليفون يعني لو مش عايز تظبط تاخد تاكسي اظبط على رزقك وخد قطر خد قطر انت عارف المحطة دي اسمها ايه؟ اسبورت اسبورت نفسك بقى اسبورت بصوا مفيش حد تقريبا في المحطة غيرنا يا جماعة ف ايه ده؟ ما سابونا وخدوا الباص محطات اسبو محطه اسبو مدينه اسبو ان هي بعيده اصلا 30 40 كيلو من هلسنكي العاصمه ولكن فيها الحياه ما زالت الهاي ستاندرد بتاعها عالي الارصفه تنظيم المحلات التنظيم بتاع اللاي اوت بتاع الاماكن نفس الاماكن الواسعه يعني البنيه التحتيه ما زالت يعني زي ما نقول مثلا عندهم مينيمم للهاي ستاندرد ولا انت ايه رايك محطة اسبو يا جماعة دي او مدينة اسبو فعلا مدينة مرتبة جميلة جدا على فكرة هي اسمها اسبو بالفنلندي بالعربي ترجمتها اسبوغ شعرك لا ما عندهم ما فيش شعر انت هتقلش اسبوغ دقنك قضينا يوم في المكان الجميل ده اللي هو يبعد 30 كيلو تقريبا من هلسنكي وحتى في الاماكن الصغيرة دي هنلاقي لعب الاطفال دي اهم حاجة يا جماعة في البنية التحتية في اوروبا عموما وفي فنلندا وفي هلسنكي يلا بينا يلا ده المترو رقم 4 انا ذاكرك فين مش معايا يا باشا والله انت خدته 80 اورو الاماكن الواسعه يا جماعه بتدي راحه نفسيه وبرده على فكره الاماكن الواسعه هي حاجه من النقط اللي بتادي الدوله من اعلى معدلات السعاده في العالم ولكن عشان برضو نبقى عارفين ما تلاقيش هنا الناس بتضحك على موت تلاقي الناس عماله بتضحك في افريقيا ولكن معدلات السعاده قليله وهنا الناس محدش بيضحك في الشارع الناس يعني جافه ومعدلات السعاده عاليه السبب طبعا في ايه في انه ان معدلات السعاده بتعتمد على التعليم والصحه والاماكن الواسعه اللي احنا فيها زي كده والنظافه و المساعدات لما بتيجي مثلا تكونش بتشتغل بيساعدوك لمده 6 شهور لغايه لما تلاقي شغل تقدر تعيش بالمبلغ اللي اديهولك انت ايه رايك في البلد يا ابو حميد بلد جميله وفعلا برد هل في شمس بس الشمس طالعه وحاسس بالبرد اكتر من الحراره يعني فما بالك بقى لما بيكون الوضع في الشتاء في الماينس احنا على فكره درجه الحراره هنا في البلد ديت بتوصل ماينس 30 وفي الصيف في الشتاء يعني وفي الصيف بتوصل لبلس 30 يعني 30 فوق او 30 تحت على فكره ده شبه واشنطن جورج واشنطن دلوقتي يا جماعه هنلاقي المطاعم هنا
نبتدي من هي المشكله بقى في ايه. المطاعم دايما في الدول البلطيق اللي هي ليتوانيا واستونيا ولاتفيا دايما الاسعار ممكن تلاقي تتغدى ب 6 7 يورو. هنا اقل حاجه 10 يورو تقريبا صح. سندوتش شاورما ب 10 يورو اللي هو غالي يعتبر يعني قريب من سويسرا. بس في حاجه هنا دول بحر البلطيق كان السوفيتي فما كانوش بياكلوا كتير فتلاقي الناس بتاكل قليل. لكن هنا الناس بتاكل كتير وعندهم مطاعم بوفيه كتير وتقدر مطعم البوفيه تدفع 15 دولار او 15 يورو وتقدر تاكل. فيا جماعه هو فيها حاجات يعني ليها عيوب وليها مميزات ودي حاجه طبيعيه عامه. زي ما انتم شايفين يا جماعه البلد رايقه والنهارده مفيش زحمه وطبعا في اماكن هنا حلوه تتزار ولكن مش كتير. يعني الاماكن السياحيه قعدنا نحاول ندور على حاجات سياحيه كتير تتعمل ما لقيناش ودي مشكله كبيره. انت جاي كسائح ما عندهمش حاجه مثلا زي برج ايفل ما عندهمش حاجه زي كده. احنا جبنا جميع انواع المترو الترامات الباصات القطارات جميع انواع المواصلات الفنلنديه. انت بسام محمد علي باشا بتاع فنلندا يا جماعه. اسعار هنا عاليه جدا جدا اعلى من انا عندي في ليتوانيا. احنا عندي تقريبا 40% اقل من الاسعار دي. عندك العصير ده بكام؟ دي تقريبا ب 2 يورو عندي في ليتوانيا. يعني العصير دوت ب 3.5 يورو غالي. اه عندي ب 2 يورو تقريبا. ما كملش لتر حتى اقل من لتر. بص مثلا دي وجبه رز مع قطع فراخ 350 جرام يعني اقل من 6.5 يورو. بص هنا الكيلو كيلو السلطات كيلو السلطات ب 15 يورو. لا غير الضريبه ولا مع الضريبه ولا ايه؟ شامل كل حاجه بس ايه تعالى المعلقه بس 35 سنت يعني معلقه ب 10 جنيه. اه معلقه يلا كده من هنا يا ابني. الميه هنا يا جماعه بتعمل كنز. ده كنز ميه ده كنز ميه. اه الكنز ميه ايه ده كنز ميه بكام؟ اه هنا دي ب 59 سنت يعني 60 تقريبا. اخذ غرامه وهو عامل مد انتظار والله مد انتظار. لا بس ما فيش هو لو اتاخر كمان ساعه ياخد غرامه ثانيه صح؟ كتير يا جماعة. بلد الغرامات محدش يخالف القانون. لازم تعرف كل التفاصيل عن أماكن الركنة وعن الباصات عن وقت الباص عن وقت تذاكر المترو عن وقت الزون اللي انت بتسافر بيه بالقطر. كل الحاجات دي لازم تبقى واخد بالك منها وتبقى عارفها كويس وإلا هتتعك غرامات. يعني في غرامات بالهبل هنا. في عربية كمان هنا واخدة مخالفتين. تحس الحته دي كوبنهاجن صح؟ بس كنا بنتكلم بقى بموضوع مهم. هي رئيسه الوزراء هنا فعلا اصغر رئيسه وزراء في العالم؟ نعم عندنا هنا رئيسه الوزراء صرنا ماريا. ايه ده؟ احمد عايز يتجوز؟ يا ريت والله. متجوزه ليه يا باشا؟ متجوزه يا باشا. ما مش عايز اتجوز تاني والله. كده انت هتدخل السجن هنا. لا يا باشا ما احنا هنطلعها الاول ونستنى ايام العده ونخش. طب حلو يلا. هاي صرنا ماريا رئيسه وزراء فنلندا عمرها 37. طبعا ناكد على كلمتي السابقه خلال 4 سنوات اللي فاتت هي كانت عمرها 37 سنه ويعني الصوره موجوده. وايه اللي حصل ليه مشوها؟ خلصت المده طبعا نظام ديمقراطي انتخابي فمشت الامور خلال هاي الفتره والانتخابات انتهت وهي كانت انتقلت الى ما يعني الحياه الطبيعيه ما بتظل تحت مثل الدول الاخرى تحت الحمايات والنفوذ. تشتغل ايه بعد دلوقتي؟ تشتغل النفوذ حاليا. هسه هي انتقلت الى اعتقد الى حركه او الى حزب مالتها راح تشارك بداخل هذا المكان. هي اليوم من الصدف اللي موجوده عن طريق جوجل كروم كانت زايره متحف الفن وشايفه الها في الصوره فالتمثال يعني موجود هنا ببساطه يعني ببساطه اي نعم. فبمتحف فن هذا ذاكره بين هذا على طريق الفيسبوك والانستغرام ذاكره بين هذا التمثال يكون شبيه الها وكانوا بيتريقوا عليها بس هي صورت معها. نعم هي صورت يعني بهالطريقه هاي. فهي مواليد 85 مواليد 85 عمرها 37 سنه. عز الطلب باشا. نعم هذا اللي كان طبعا هذه اللي طلعت الحفله تقريبا. هي طلعت قبل فتره وكانوا بيحاولوا يلتفتوا سمعت لك بس هي يعني كانت فتره مشت الدنيا كويس والله. يعني كانت دبلوماسيه وهذا طبعا هي لها مسيره قبل هذا الكاتب تامبرا
كانت مال لازم يعني مركز البلدي ثلاث ساعات من هنا تامبرا اي تامبرا ثلاث ساعات عن هلسنكي فكانت ماسكة هم من هناك وظائف يعني بداخل اللي هي طبعا هي على الحزب الاس بي دي اعتقد هو الاس بي دي فتكون هي هاي كانت نشر هذه الصورة إليه شايف المكان اللي قدامك ده عارف ده ايه دي حديقة للكلاب يعني كلاب بس لو انت مش لو انت مش كلب الكلب بتاعك ما ينفعش تدخل لو انت معكش كلب ما ينفعش تدخل We met like 2 years ago. Yeah, right? 2 years ago. And he was following me on Instagram and saw me in the town and then he recognized me when he saw me. That was so funny, man. Really before one week again. He was in Lithuania, huh? Yeah. Ah, you was together, okay? Yes, yes. He is from Lithuania. Okay. I mean, we live in Lithuania. Ah, yeah. You live there. الأكل غالي. وعشان الأكل غالي هنروح ناكل في المطاعم البوفيه اللي هي المطاعم البوفيه أصلا هي الوحيدة اللي يعتبر أسعار كويسة لأن أنت بتاكل بوفيه 15 يورو من المايا دي مجانا وعندك ال ايه ده في كمان What is this? Is this included? Yeah. This included. Oh, okay. Thank you. وكمان القهوة مجانا. على طاقتك سوشيهاتك حاجات دي كلها مجانا وكمان في كالماري وفي فراخ وفي طبعا باستا في الحاجات دي وشوربة السوشي دي الحلويات يا جماعة السعر طبعا كويس جدا ل 15 يورو 15 يورو كل الكلام ده مجانا جعان انا جوع شويه بصراحه كلمني عن الناس اللي عماله بتمشي بنطلونات يا عم ده الراجل عمال يشخل هناك احنا اتزهلنا يعني حاجة تزهل يعني الشخلالة واصلة من أول الشارع الشخلالة واصلة على بار 2 كيلو بس هو يعني راجل روش عشان بيروح حفلات هو روش واللي أنا فهمته إنه الراجل ده بيظهر في كل الحفلات عمال يظهر في كل حفلة بياخدها أو كل إيفنت بيحضره بياخد تاتو ويلزقه على البنطلون بتاعه What's your name? تاتو تاتو From Helsinki Helsinki Wow, we saw everyone wearing this clothes What does that mean? Student coveralls Okay, is that the clubs you've been to? Clubs or events or parkcross or sponsors or different student organizations. Do you know Mafalda? Is this Mafalda? No, okay. I don't know what that is. Oh, okay. It's like cartoon because they see it everywhere, like Mafalda, Mafalda. Okay, it's like an Argentinian character, actually, I noticed, if I'm not wrong. Okay. But yeah, that's interesting. I saw everyone wearing it. Does that mean something? Like, if you have more stamps, you are more party person? Yeah, pretty much. That you are full of stamps. Yeah. You're the big guy. No. It's just like fun things to spend your money on. It's not like a status thing. So if someone thinks it's a status thing, they're like it's life pretty weird. Experience. Yeah, pretty much. Okay. Or yeah, life experience. Yeah. Student something, life experience. Something like that. Perfect. Thank you so much. Awesome. Guys, are you promoting something? Waku Magazine. So you promote this or you are just going there? You are lost? We are selling this. Oh, really? Okay. So why everyone wearing this badge? Is everyone like working as a promoter or just like... We are students. Ah, so the student body. He's just laughing. He didn't say nothing. He's just laughing. As students from Art University and we are here selling our Vappu, which is an event for students. We are selling our own Vappu magazine, which is we make one every other year. It's Vappu called. Okay. We also, well, Vappu is a big student event that is held at the 30th of. So how many tickets sold today? It's a free holiday for the whole country. Free holiday, okay. Yeah. But you sell the actual tickets, so you have to take money from people and take and. This is like a magazine where we promote the Vappu spirit for everyone. Okay. And there are jokes and pictures and. Oh, okay. So it's not the real party. It's or it's the ticket for the party. No, it's just a magazine celebrating the spirit itself. And is it in Finnish or? In yeah, it's in Finnish. Oh. But it's a map, so you can buy it. Okay, bro. You wanna buy a map? I don't hear you. What? Oh, he's just ran away. I can shout louder. I don't hear you. What? Who's the best seller? I can. Oh, really? This is my last one. You can buy it. Oh, this is what you say to everyone?
No, this is actually my last. This is actually her last. Do you accept car payments? Mobile pay or cash? No, only cash. Card. Only cash. My card. Only my card. Sorry, I only have cards. No. Sorry. Unfortunately. Okay, but anyways, she's a bestseller, right? Yeah, and we can say that from the video because she was really like, she don't care about the video, she just wants to sell us. I can see it from the video. But anyways, this is so interesting for us, and it's something I think it's cultural. That's why we wanted to shoot, and we really appreciate that, and we thank you so much. Yeah. Thanks for your time. Bye. How's Katabata? Sirpala! Oh my gosh! Amazing. It will travel to Estonia. هو الشحاتين دول بيلبسوا كده ليه؟ معرفش والله، انا اول مره في حياتي اشوف كورة. شحات غريب جدا. لابس رينبو، خد بالك انت؟ هو كاتب ايه؟ لا مش باين عليه، بس هو رينبو. لغة فنلندا مش بس صعبة ومعقدة حيث لغة النحو الفريدة من نوعها، ولكنها من أقل اللغات انتشاراً في العالم وتعتبر لغة نادرة ما بيتكلمهاش غير الفنلنديين. بتاعت مين؟ حسب ان انا عمال اقراه ان دول ناس كانت بتنظف او تطوعت لتنظيف البحر البلطيك. باشا، هو ايه البني ادم اللي ورانا ده؟ ده تمثال الباد باد بوي. ده بيعمل ايه؟ بقى بره كلام، هو بيبص لنا على فكرة، خد بالك واحنا بنتكلم معاه. فاهمني؟ التمثال دوت اللي انا قريت عنه واللي انا شفته تقريبا ان هو عبارة عن نافورة، وهو عبارة عن نافورة، يفهموا انتوا بقى. ماشي، وهنا المجاري؟ هم شالوا النافورة وحطوا تحتها غطا مجاري. مركب مشيت تاني؟ يلا بينا. نعمل شكوى على طول على طول. لا جبت التذاكر معايا. خبيتني اقسم بالله. لا والله والله خبيتني والله العظيم بجد. خلاص هي مرة واحدة. لا خد دي بقى بشهد يا عبد الله. يلا بيقول لك have a pleasant journey. هوتا بوتا سوتا لوتا هوتا بوتا. بس الدول البطيخ العبارة بتطلع نص ساعة قبل ما عاد. حسب برد خلص؟ مش بردان يا جدعان، والله العظيم الجو جامد جامد جامد. حرام عليك. طب يا جماعة المركب طبعا طويل 10 طوابق، كل طابق فيه حاجة معينة. مثلا عندك دور التالت كارجو والعربيات، خمس برضو بقاء العربيات، وفي اللي هي الكابينز، وعندك مكان تقعد فيه مطاعم، وفي الدور الثامن. اللغة الثانية في فنلندا هي اللغة السويدية، والمهاجر اللي يحصل على الجنسية ينبغي عليه أنه يتكلم فنلندي بسيط أو سويدي بسيط. الغريب أن فنلندا هي أكبر مستهلك للقهوة في العالم. زي ما شفنا يا جماعة، فنلندا بلد جميلة. نعم، هي السعادة فيها مرتبط بالمؤشرات العالمية، ولكنها بلد جميلة، ولكن ما فيهاش أماكن كتير للسياحة، وهي بلد فيها نسبة الأمان عالية ونسبة الشغل، والناس بتعيش هنا نسبة العيشة كويسة. عموما يا جماعة، فعلا كان مهم ان احنا نزور المكان ده. بنصح الناس اللي عايزه تيجي سياحه تيجي سياحه، الناس اللي عايزه تيجي تعيش هنا كمان. البلد حلوه جدا، ما فيهاش حاجات كتير تتعمل، ولكن فيها معيشه كويسه جدا. شكرا متابعه يا جماعه، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير في القناه، واشوفكم في فيديو تاني قريبا. سلام.